واحدة من السيارات كمان الرائعة جدا، المرسيدس الاي كيو اي زي ما انتم شايفين. طبعا السائق عنده شاشة، والداشبورد عنده شاشة، والراكب عنده شاشة. دلوقتي عليها ايوه اختار اي حاجة مع الهوم ده. ايوه قلبي بقى شوف اللي انت عايزة ايه بالظبط اللي انت عايزاه. رجعي تاني كومفورت ميوزك، اخترت ميوزك حنانة دي. دي شوف الماب قد ايه، بص ايديا فين، ده حجم الشاشة شايفين. تمام هنا طبعا هنا الباقي كله تاتش. الصوت هنا الصوت كده بيطلع هنا، ننزل الصوت يطلع هنا. الشاحن لاسلكي التليفون، شوف ايه موجود هنا كمان. سمارت روم انفو، ده الفلو تبع الانرجي، الانرجي فلو زي ما انتم شايفين، اللي هو بيورينا الباتري العمر تبعها قد ايه، وهتمشيك قد ايه، الرينج، الباور اللي باقي فيها، الاكسلريشن هتستخدم في ايه، البريك كام في المية، الاكسلريشن كام في المية. كل المعلومات موجودة هنا، الانرجي فلو اهو. والسيارة مشحونة وفيها 95% باتري لايف. تمام هنا طبعا الداشبورد، كل الكنترولز موجودة هنا. الصوت عندك ال adaptive cruise control اكيد. في حاجة احنا شفناها هنا، نشوف دلوقتي احنا نرجع لهم الكمفورت الفريش بون الامبيانت لايت. شوفوا الامبيانت لايت دي يا ولاد، هنا اللون اهو باين. لو اخترنا كده مثلا بصوا بتغير ازاي الكابينة كلها، بتتغير اضاءتها. تقدر تعملها مالتي كولر مع بصوا. غير اللون اللي انا عايزه من هنا او مالتي كولر. ظريفة جدا. ريتن فيدباك اوكي، كل ده موجود. الكولر سيت في شوية حاجات طبعا انا مش قادر اعرفها، مش هقول لكم عليها. يا لو لونا ايه رايكم؟ وانا على الاغلب هي دي السيارة اللي عجبتني النهاردة في الاي في لاب ايفنت في حلبة ياس. ايه رايكم؟ زي ما انتم شايفين ادي المفتاح، سياره من السيارات العظيمه الاحلى دي زي ما شفناها النهارده في الاي في لاب ايفنت للسيارات الكهربائيه. هنا السياره طبعا اشتغلت ما شاء الله. شوف هنا دي اللي هي البانوراميك سان روف، بتقول يعني تاتش بس قفلت. شكرا يا ماهر حبيبي شكرا الله يخليك. تمام احنا قفلنا الصروف بس بوان تاتش، هي مش تاتش حتى، انا ما لمستهاش، انا بس عملت كده راحت فاتحه، عملت كده راحت قافله يعني. تمام نجرب تاني اهي، فتحت البانوراميك سان روف، تقدر تلمسها وتقدر زي ما انت عايز يعني. زي ما انتم شايفين اهو الستيرنج بتاع المرسيدس، حتى البتاع اللي هي الهيد ريست دي طريه جدا كده، تحس تحط دماغك عليها انت عايز تنام يعني. هنا السكرين والداشبورد هم حاجه واحده فعليا، حتى التخشيب او الديزاين اللي موجود على الكونسول الوسطي ده واضح ان هو وايرلس تشارجر للتليفون.
يوس بي لو باين هنا. اوكي شوف الحركه دي ظريفه. فكده او كده قفلت. انجن ستارت انجن ستوب اي كيو دايناميك. تختار بقى الموديول المودز الباركينج الكاميرا. شوف ده راديو تقريبا. اوكي انترتينمنت فوليوم. كله تاتش الهوم باتن. دي الشاشة بتاعتها. طيب ودلوقتي بقى هي دي المرسيدس. دي اكتر سيارة عجبتني هنا بصراحة النهاردة هي الاي كيو اي. زي ما انتم شايفين الاي كيو اي ديزاين مختلف كالعادة من المرسيدس. اسمها اديشن 1. شوف حتى مقابض الابواب. امبيان لايت ساوند سيستم. اوكي لسه بنشوفه احنا بس بنشوف المارك الاديشن 1. مش عارف. لا هنا الشاشة زي ما انتم شايفين. هو الداشبورد هو كله شاشة فعليا. النافيجيشن عندنا مثل ما شايفين الشاشة الكبيرة أمام السائق في أشكال. في عندنا الهيد أب ديسبلاي انعكاس الرؤية على الزجاج أمام السائق في حجمين. الحجم الكبير نحن عم نجيب. طبعا فينا نشوف الشكل أمام السائق في أشكال منه. ممكن نخلي النافيجيشن كامل. ممكن نخلي ستايل ثاني موجود. طبعا حتى فيني اختار للستايل الكلر اللي موجود. ممكن اختار لون الستايل او الثيم خلينا نسميها. السياره فيها القياده الذاتيه لما بدها اياك كل دقيقه بنلمس فيها. اذا طلعنا عن الخط بتردنا هي الاكتف لين كيبنج اسيست. وطبعا فينا نعمل فيها 360 كاميرا مثل ما شايفين. نتحكم بالكاميرا. ورينا الناس اللي حوالينا المكان الموجودين فيه. هي الدب مفتوحه عشان هيك لون احمر. في شيء جميل بالسيارة فينا نعمل سيف بوزيشن. نحن عم نقول للسيارة أول فينا نخزن 10 بوزيشن. كل ما توصل السيارة للمكان فينا تفتح كاميرا. وسنا لايت تاتش أوتوماتيكلي حتى الساند روف على التاتش. عندنا الأبس نفس الابس الابلكيشن السياره يوم تستلمها. في عندنا ابلكيشن اسمه مرسيدس مي. فينك تشغل السياره عن بعد من اي مكان بالعالم. لوكيشن السياره كم فيها بطاريه تمشيك كم كيلو تمشيك. اقرب محطه شحن بتوريك عن طريق الابلكيشن. طبعا بسيتنج السياره في عندنا الامبيانت لايت كلر اللي هي 64 كلر. فينا نبدل الالوان حسب المود اللي بدنا اياه. في عندنا ميكس كلر ممكن تبدل لنا الالوان. بتلاقي الوان بالليل اوتوماتيك وبتختار مزبوط تماما. هو كل شوي بتلاقي عم يعكس مع بعض الالوان. وبعد لما بتتكلم معها بصير اللون بيتحرك مثل اكتف الامبيانت. نقطة ثانية اذا في سيارة عدت على يميننا ونحن عم نروح على اليمين عفوا هاي مرسيدس. How may I help you? I'm hungry. Here is what I found. Where do you want to go? Where do you want to go? رد عليها يا Number 13. I will show you the way. سما أدنى المغرب. Thank you, Mercedes. Thank you.
إضافة الإنارة رح تصير أحمر على جهة اليمين أو اليسار حسب جهة السيارة اللي فيها لا سمح الله حصير الصدام. طب السيارة اسمها مرسيدس إيه يا ماهر؟ أي موديل؟ هذه EQE Edition 1 بعدها نسخة تجريبية. رح ينزل عنا فئتين EQE 350 Plus ورح ينزل عنا EQE 53 اللي هي فئة الـ AMG. طب اللايف تايم للباتري الرينج كم كيلو وات؟ تماما. هلا عنا نحن النوعين البطاريات اللي هي العاديه اللي حتمشينا لحد اب تو 650 كيلومتر خلينا نقول 600 كيلومتر والاي ام جي هي الليفل الاعلى بتمشينا لحد ال 550 تقريبا كيلومتر حسب نوع القياده حسب الطريق طبعا. حسب شو مشغلين بالسياره. صحيح. ضمان البطارية عليها 10 سنوات أو 250 ألف كيلومتر. ممتاز. الهايبر سكرين الشاشة هي الكاملة بتجي على فقط الليفل الـ AMG. أما الليفل الـ EQE 350 بيجي الشاشة اللي في النص مثل الأيباد وسطية. أوكي. وسطية تماما. تمام. ممتاز. هاي مرسيدس. How may I help you? What do you think about Chevrolet? I'm sorry. Can you say that again, please? What do you think about BMW? I'm sorry, but I can't help you with that right now. اسألها هنا. هلا الشاشة ما شاء الله ماسف. هنا احنا بنسميها الهايبر سكرين. وزي ما احنا شايفين احنا في الالكتريك كار اي في طبعا من الاودي اسمها اي ترون. اي ترون احنا بنصورها لكم من الداخل اهو سياره مش هتشوفوها خالص غير مع مهند وهنطلع نشوفها من بره حالا. هنا كمان دخلنا شفنا الاي ترون جي تي من الاودي شفناها بره دي اللي هنطلع نجربها كمان شوية على حلبة ياس نشوف الشكل كامل. هنا بورشة تايكن المرسيدس شارجنج كت. شوف يا ابو فلاح شارجنج كيت. واحدة من السيارات المهمة جدا عندنا في الايفنت تبع الاي لاب في حلبة ياس زي ما انتم شايفين هي المرسيدس EQC 400 ما شاء الله. ديزاين طبعا احنا مش هنتكلم عليه انتوا عارفين ديزاينز المرسيدس. مرسيدس هي كلمة اسباني تعني الجميلة كلمة اسباني تعني الجميلة وهي فعلا ما شاء الله جميلة. EQC 400 فورماتيك وانا ما عنديش تفاصيل كتير عن مواصفات يعني كباتري لايف وباور والكلام ده كله بس انا قلت اصورها لكم لان هي واقفة قدامنا هنا. اوكي ديزاين زي ما انتم شايفين فانشنج طبعا ما فيش عليه كلام
ستيتشنج ليذر. تعال نشوف هي اي ام جي زي ما احنا شايفين. اوكي ده شكلها من الداخل. تعال نشوف لو هتفتح معانا نشوف شكل الداشبورد. لو انتم محظوظين نعرف. اوكي شارجينج. السيارة اشتغلت طبعا مفيش اي صوت زي ما احنا عارفين. الامبيانت لايت احنا شايفينه باللون الازرق. العداد هي سان روف مش بانوراميك سان روف مع الأسف. سان روف بس يا أبو فلاح. أبو فلاح ده طبعا رئيس نادي كوربت، انتوا شفتوه معانا كتير وهتشوفوه معانا أكتر إن شاء الله في القناة بتاعتنا وعلى حلقاتنا كلها عن كل السيارات اللي هنقدر نروحها مع بعض. هنروح أحلى تجارب مع السيارات. نعطيكم الأوكي ولا مش أوكي فين؟ طيب عايزين نعرف باور. أنا اليوم أمادة هاي عجبتني أكثر عن الصالون. سقتها أو ركبت طلعت فيها؟ هذه ما جربت بس هذه كشكل حبيتها أكثر. شيك قوي صح؟ والله هذه حسيت راكب ماي باك. أيوه بالظبط. لا جميلة ما شاء الله. لا لا وهذه هذه الهاتشباك. وهنا كمان سيارة تانية من السيارات الغريبة شوية علينا مش ماشي. بورشا إلكتريك. تايكن 4S. تعالوا نشوف هتفتح ولا لا. اوكي ما شاء الله يا سلام. بانوراميك سان روف جلد لونه احمر. انا مش عارف اقول لكم ايه على السياره دي بصراحه. مفيش حاجه اقولها يعني شويه ازرار تاتش كلها تقعد تلعب فيها ما مش فاهم حاجه. بس anyway هنلاقي حد يشرح لنا عليها اكيد. طيب وعندنا هنا كمان الاودي دي هنطلع نجربها بعد شويه. اودي ار اس ايترون جي تي الاغلب دي اقوى سياره فيهم من 0 ل 100 فيمكن 2.1 سكند. شوف شوف الاودز شوف 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 شوف. اوكي والله شوفوا هو المرسيدس طبعا بتاثر عليا كتير اكتر من بورشا في الديزاين واكتر من الاودي كمان في الديزاين. و
واكثر بقى من اي سياره. هذه واحده ثانيه اي ترون من هنا. تعالوا نشوف ايه هنا كمان. بعد دول شويه شباب التسلا. تسلا بقى وكده يعني عادي يعني خلاص تسلا يعني. خلينا في من ابو غالي والبرفورمانس العالي. تمام هوريك شويه حاجات كده داخل الجراج. شوف دي اي كيو اي حاجة يعني ده ابني. هذه التسلا وسيارتنا الجميلة المهمة جدا الشيفرولي بولت. السيارة العاقلة اللي فيهم بنت الحلال صح ابو فلاح. ابو فلاح يعني. انا بقول للسادة المتابعين عندك المرسيدس الاي كيو الاي كيو الاي كيو سي اي كيو سي تسلا واي واي نوت اوكي. وعندك هناك المرسيدس الاي كيو اي يس الصالون وتايكن والاودي كيو اس صغير قال بالتجارب اوكي والاودي والبورشا ومش عارف ايه. بس تيجي بقى بنت الحلال الغلبانه العاقله بنت الحلال هي دي بتوفر عليك كتير بالظبط. يعني انت تقعد تلعب مع كل دول تمام وتتشقى معاهم بس في الاخر الزوجه ترجع للشام. اه طبعا 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 هي دي العقله اللي فيهم العقله العقله بنت الحلال صح كده.